السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهارده عندنا عروض حلوة واسعار ما حصلتش على الفاسكوز الاصلي الاندوليسي وعبايات الاستقبال واللنجيري والبيجامات وكل حاجة تخص العرايس، هتلاقوها موجودة هنا عندنا باسعار ما حصلتش قبل كده. احنا موجودين فين؟ عند محل صبايا، محافظة بورسعيد، شارع نبيل منصور والشرقية. هتلاقي عنده اسعار حلوة جدا زي ما انتم شايفين كده. الكاشات من اول 15 جنيه و45 و50، اسعار بقول لكم ما حصلتش قبل كده. وكمان في اسعار خاصه جدا لمتابعين القناه، يعني اي حد يا جماعه يروح له من متابعين القناه يقول له ان احنا متابعين القناه علشان ياخد الاوفر والخصم بتاعه. محل صبايا في محافظه بورسعيد، شارع نبيل منصور والشرقيه. زي ما انتم شايفين كده الاسعار عامله ازاي، انا هوريكم بس الاسعار عامله ازاي. 45 و50 و55، اغلى حاجه 76 جنيه، تمام. وفي حاجات هي برضو ب 80 جنيه. هقول لكم بقى ده ايه. احنا فين بقى؟ شارع نبيل منصور والشرقية. شارع نبيل منصور والشرقيه. المحل اسمه صبايا. تحفه، شايفين العبايه دي تحفه. بكام العبايه دي؟ ب 100. تحفه فظيعه. شايفين يا جماعه الشيفون ده حلوه، حلوه قوي، جميله. عبايه استقبال جميله فعلا، جميله جميله. ب 100 جنيه، ب 100 جنيه. وكمان عنده القميص بقى، شايفين بقى قميص البيت ده ب 50 جنيه فظيع، ب 50 جنيه بس. شايفينه عامل ازاي؟ ب 50 جنيه، حلو قوي. ال 50 جنيه اهو، محل صبايا يا جماعه في محافظه بورسعيد. ماشي، جميله 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 جميله. لا 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 والله. بكام البيجامه دي؟ ب 130. ب 130، حلو قوي، حلو قوي. الله، شايفين خامتها؟ خامتها طريه وحنينه وجميله جدا. دي البيجامات اللي طالعه موضه يا جماعه، اللي الكل بيستعملها دلوقتي، حلو قوي ب 130 جنيه. خلاص احنا في تصفيات الصيف، احنا في تصفيات الصيف ب 130 جنيه، حلوه جدا، جميله ما شاء الله، الله ينور. البيجامه دي في منها 12 شكل مختلف، وفي منها مقاسات برضو زي ما عرفنا، تمام. شايفينها تحفه بصراحه. هنا القميص ده، شايفين ده ب 50 جنيه، حلو قوي، قماشته حلوه وناعم واسع واسع، وكمان في منه مقاسات، شايفه في منه مقاسات بيلبس هو لغايه 3 اكس، ب 50 جنيه ده يا جماعه، ده ب 50 جنيه، جميل حلو، الله ينور. كل دي قمصان البيت يا جماعه، برده ده برده ب 50 جنيه، برده حلو قوي. طويل ده، طويل بقى شويه، جميل حلو، الله ينور. في هنا اشكال كتير اهي، شايفين اشكال كتير من ام 50، اشكال كتير قوي، اشكال كتير بال 50، حلو قوي الاسود ده، ولا انا بحب اللون الاسود. الاحمر ده برضو ب 50 جنيه، كل ده ب 50 جنيه، كل ده ب 50، ب 50 جنيه يا جماعه، ب 50 جنيه، ب 50 جنيه. كل اللي انا بوريه لكم ده ب 50 جنيه، ب 50 جنيه، حلو قوي. هنا بقى ب 45 جنيه، شايفين القميص ده ب 45 جنيه. خمسة واربعين جنيه، ده في 45 جنيه، 45 جنيه السعر اهو. برضو في منه موديلات كتير، موديلات كتير على 45 جنيه، موديلات كتير بال 45 جنيه. كل ده الكاشات اللي فوق دي كلها ب 50 جنيه، اي كاش من دول بكل الوانهم اللي انت شايفاها والرسومات الموجودة دي كمان، اي كاش من دول ب 50 جنيه، قصير وطويل، حلوين جدا. ومقاسات يا جماعه، يلبس مقاسات كبيره مش صغير بس، ب 50 جنيه بس يا جماعه، اي كاش من دول ب 50 جنيه، في اكتر من لون واكتر من موديل. وكمان برضو اللانجير اللي فوق ده برضو ب 50 جنيه، لانجير العرايس ب 50 جنيه زي ما انتم شايفين كده. وعندنا الفاسكوز الاندوليسي الاصلي اللي ما بيكشش ابدا، تغسليه وتلبسيه كل الاحجام، حتى الامهات هتلاقي عندنا الامهات، حلو جدا. والاسعار زي ما انت شايفه كده فظيعه، من اول 130 جنيه لغايه 150 جنيه، اسعاره 130 140 150 الامهات. زي ما انت شايفه كل الالوان دي وكل الاشكال دي كلها الفاسكوز الاصلي اللي ما بيكشش ابدا، الجوهره. دي المقاسات العاديه يا جماعه، دي المقاسات العاديه ام 140 جنيه. شايفين يا جماعه ده ماركه الجوهره الاصلي الاندونيسي الاصلي، شايفين حجمه قد ايه؟ كبير جدا ويلبس بصراحه، يعني حتى المقاس الصغير منه بيلبس مقاس حلو جدا.
وكل دي الوانه، كل دي الوانه، ده الفاسكوس الاصلي الاندونيسي ب 130 جنيه، ده العادي. شايفين الحجم العادي برضو ب 130 جنيه، عندك 130 جنيه و 140 جنيه و 150 الامهات، ده برضو الحجم العادي ب 130 جنيه برضو. شايفه مقاسه حلو، مقاساته حلو. اللي بيحب الفاسكوس يا جماعه يروح هناك، يروح عند محل صبايا بيوريكوا ان هو الجوهره، ماركه الجوهره الاصليه اللي ما بتكشش ابدا، الاندونيسي الاصلي. يروح عند محل صبايا في محافظه بورسعيد، شارع نبيل منصور والشرقيه. للعرايس اللانجيري بقى يا جماعه، للعرايس اهون اللانجيري للعرايس. المحل هنا كله متنوع، كله حاجه البيت، يعني لانجيري، عبايات، بيجامات، قمصان. حلوين قوي دول، حلوين. الاسعار شايفه ب 110، حلو الاسعار، حلوه حلوه الاسعار. الستان ده ب 110 برضو، ده اه 110 110 اه، حلو قوي الستان ده برضو. كل ده لانجيري يا جماعه، العرايس تيجي تاخد حاجتها من هنا. في كمان قميص وربع التايجر الجديد بقى اللي مكسر الدنيا. التايجر عامل كام بقى؟ التايجر ده ده عامل 150 ده ثلاث قطع والله، طقمين وبالروب بتاعه. اه ما شاء الله، ثلاث قطع يا جماعه، القميص بالروب بتاعه ب 150 جنيه. حلو قوي سعره، حلو سعره، حلو جدا. كل ده لانجيري العرايس. البيجامات بقى برضو، منها بيجامه وتعتبر ترينج يعني برضو كده، اللي هو ترينج بيت. ترينج بيت ده عروض يا جماعه، ترينج بيت اهون ب 90 جنيه. شايفينه عند محل صبايا في محافظه بورسعيد، شارع الشرقيه ونبيل منصور. محل صبايا عامل عروض، عامل عروض، الحقوا وخدوا تصفيات الصيف بقى، احنا في تصفيات الصيف يا جماعه. ودي برضو عبايات بيت اهي ب 75 جنيه. حلو حلو قوي، 75 جنيه دي، ب 75 جنيه، 75 جنيه يا جماعه. طب والله قماشتها حلوه، والله هي حلوه فعلا، 75 وب 85، حلوين حلوين حلوين. والتايجر دي بقى اللي انت مش حاطه عليها سعر، دي بكام؟ تعمل 100 100 اه، لازم يعمل 100 ده، بس جميله حلوه قوي دي. اه ما لسه جايه اشوف الكم اهو، شايفين الكم بتاعها عامل ازاي؟ ده الكم بتاعها يا جماعه، هي فعلا جميله جميله قوي. العبايه دي ب 100 جنيه، تستاهل 100 جنيه والله، حلوه جدا حلوه جدا ب 100 جنيه. ماشي، عندنا حاجات كده برضه المقاسات الكبيره، حلوه دي برضه حلوه قوي دي. اه ده امهات بقى، امهات بكام دي عامله؟ المقاس ده عامل 90 جنيه، 90 جنيه حلو، 140 جنيه قبل الخصم. حلوه مقاسات كبيره دي امهات يا جماعه، ب 90 جنيه بس، عامل عروض وخصم، عامل عروض وخصومات. شايفين بقى، شايفين على الطبيعه بقى، مش مضمون ولا حاجه، كبيره وجميله ب 90 جنيه، ب 90 جنيه جميله حلوه. الله ينور امهات يا جماعه، امهات او لو حد مليان طبعا. اه طب ودول؟ قول لي العبايات دول يعني قمصان البيت دي ولا ايه؟ قمصان الهندي دي؟ دي هندي. ايوه دي هتسيبها مفاجاه كده لما يجي صلاه، لان عاملين سعر جامد فيها يعني. والله انت هتشوفوها بس، طيب مش هنقول سعرها. القمصان الهندي دي معروفه جدا يا جماعه على فكره، معروفه جدا. عندنا البيجامه الفسكوس برضو. اه ايوه الناس بتسال عليها البيجامات الفسكوس دي برضو. الجوهره شايفين؟ أيوة. بصوا الجوهره اهي يا جماعه، الجوهره الاندونيسي اللي ما بتكشش، تبقى زي ما هي، تغسليها وتلبسيها زي ما هي بالظبط. بكام البيجامه؟ 140. حلو سعرها، حلو جميل سعرها، حلو الجوهره، حلو الله ينور، جميله الله ينور. في عندنا بقى تشكيله بيجامات مثلا لو كبيره يعني، لو ده بيجامات كبيره كذا حاجه برضه. المحل بسم الله ما شاء الله مليان. عندنا قميص الميكي ده احنا بنبيعه ب 50، اي حد هيجي عن طريق القناه نحسبه ب 40 جنيه بس. ب 40 جنيه اي حد متابعنا القناه يا جماعه، هو ب 50 اهو، هو ب 40 بس، اهو ب 50 اهو. تمام، اي حد يجي متابعنا القناه هيتباع له ب 40 جنيه، ب 40 جنيه الوانه كتير، هو طويل يا جماعه، حلو جدا. ومفيش حاجه دلوقتي طبعا ب 40 ولا ب 50 دلوقتي. شايفينه عامل ازاي؟ حلو قوي، جميل الميك، الله ينور. عندنا حاجات ثانيه هنا برضه، بيجامات والله حلو ده، حاجات زي كده ب 50، ب 50 يا جماعه، ب 50 اللون حلو، ب 50 لونه حلو قوي، جميل 12 لون برضه، 12 لون ما شاء الله، حلو قوي ب 50، الله ينور، جميل حلو. في تشكيله، الله ينور، تشكيله يا جماعه كبير ما شاء الله. عندنا كاشات ب 15 جنيه، بسم الله ما شاء الله، ب 15 جنيه والله، كاش ب 15 جنيه يا جماعه، الكاش ب 15 جنيه، ب 15 جنيه يا بلاش طبعا، مفيش حاجه ب 15 جنيه. 12 رسمه مختلفين، 12 رسمه مختلفين ما شاء الله، ب 15 جنيه كل ده، ب 15 جنيه، الله ينور الله ينور، حلوين الله ينور. المحل مليان ما شاء الله، هتلاقي كاشات، هتلاقي قمصان، هتلاقي عبايات، هتلاقي بيجامات، هتلاقي بناطيل فرداني،
برضو شايفاها ب 30 جنيه البراطين الفرداني حلوة برضو اللي بدور عليها. 25 جنيه. اي حد متابعين القناة هياخد البرطمان ده ب 25 جنيه. حلو قوي. ناس كتير بتاخده وتلبسه تحت العبايات يا جماعة بقى ب 25 اهو. هتروح بيه الدروس وكل حلو حلو قوي. الله ينور الله ينور. ابو الموضات زي كده برضو ب 25. برضو ب 25. اي حد متابعين القناة ب 20 جنيه. ب 20 جنيه ده حاجة والله حاجة زي الفل. الله ينور. الله ينور. الله ينور. الله ينور. المحل ما شاء الله مليان زي كده جماعه برمودا. ما شاء الله البرمودا حلوه جميله حلوه وتلبس تلبس مقاسات حلوه ما شاء الله حلوه دي بقى الكاش دي حلوه 50 جنيه جميله ب والله البيجامه دي ب 50 جنيه هي ب 65 جنيه اي حد متابعين القناه ب 50 جنيه برضو بس والله بص اللي يجي له يا جماعه قلنا ان هو متابعين القناه عشان ياخد التخفيض بتاعه حلوين جدا حلوين 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 وشايفه برضو ده اللي هو الحمال اللي الناس بتطلبه القط ده فاسكوس برضو جوهر اهو برضو اللي الناس بتطلبه بكام ده؟ 110 ب 110 ب 110 ب 110 يا جماعه حلو اسعار شايفه اسعار حلوه ومدلات حلوه ما شاء الله البيجامات حلوه قوي عاجباني البيجامات عاجباني والتشكيل عاجبني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله العرايس بقى تيجي العرايس تيجي تاخد من هنا البيجامات البيجامات في قصير وفي طويل الواسع القميص الفستان كان بتباع ب 65 جنيه عاملين على عرض ب 45 جنيه كام اوكي يا راجل مش ده اللي هو اللي بره ده حلو قوي بعد 50 برضو لاي حد متابع القناه ب 45 ب 45 يعني عملنا بعد التخفيض تخفيض بعد التخفيض تخفيض تاني جميل 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 حلو قوي جميل ويلبس ويلبس يا جماعه بيلبس كل المقاسات ده جميل جميل الله ينور حلو قوي الحاجات الطويله يا جماعه برضو اللي الناس بتحبها حلو قوي جميل بكام الطويل 75 حلو قوي ب 75 ده جميل حلوين يا جماعه الاسعار والتشكيل كبير جدا هتيجي تختاري تاخد بيجامات ولا كاشات ولا مصان طويله ولا ايه بالظبط مش ودول برده تحفه شايفين بقى المجموعه الطويله دي برده حلو قوي دي اللي هي تبع كام بقى الطويله ام كم اللي قدامي دي والنص الحاجات النص عامله زي كده الحاجات النص 70 جنيه 70 جنيه والله حلو قوي يلا اسعار الحلوه دي ب 70 جنيه يا جماعه ب 70 جنيه عند محل صبايا الثلاثه دول ب 70 جنيه عند محل صبايا في محافظه بورسعيد شارع الشرقيه ونبيل منصور ب 70 جنيه يا جماعه عامل تخفيضات وعروض تحفه تصفيات الصيف الحقوا والله العظيم الحقوا اسعار حلوه جدا ومدلات حلوه جدا الحقوا الله ينور 35 35 35 ب 35 يا جماعه شايفين ب 35 جنيه الله ينور اربع مدلات كاشات طويله كمان مش قصيره وب 35 جنيه الله ينور الله ينور اسعارك تحفه والحاجه كلها تحفه الله ينور الله ينور بجد الله ينور وزي ما انت شفتوا الكاشات من اول 15 جنيه شفتوا الكاشات شفتوا عبايات الاستقبال شفتوا البيجامات شفتوا اللانجيري بتاع العرايس كل حاجه موجوده هنا اسعار حلوه جدا وكمان اسعار خاصه لمتابعين القناه عند صبايا محافظة بورسعيد شارع نبيل منصور والشرقية وده كان المكان بتاعنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم